يسأل بيقول أثناء الطواف أو السعي قد ينتقض وضوء الحاج أو المعتمر أو الذي الآن عنده نسك من الأنساك، نعم. فماذا يفعل إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف أو السعي؟ هو الطواف في السعي مستحب وليس واجب من الواجبات ولا شرط من الشروط، الوضوء أقصد، نعم. في السعي، وإنما الطهارة الكاملة شرط في الطواف على قول جماهير أهل العلم، الطهارة الكاملة شرط في الطواف، ولذلك لقول العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف كالصلاة إلا أنه يباح الكلام فيه. نعم. الطواف ما شرط يعني؟ ماذا ما شرط؟ الوضوء في ما شرط في الطواف؟ لا شرط في الطواف لكن ما شرط في السعي، في طواف أي طواف، نعم. يشترط فيه زي الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر الحدث الأكبر، الطهارة من الحدث والخبث. نعم نعم. فإذا انتقض الوضوء في الطواف على الصحيح إن شاء الله تعالى يتوضأ ويبني على أشواط الطافة، يعني ما يبدأ من الأول؟ لا يبدأ من بداية الشوط اللي اتقطع فيه، يعني مثلا طاف الشوط الأول كامل، الثاني كامل، الثالث كامل، في نص الثالث اتقطع، نقول لي يبدأ من الحجر الأسود للثالث، يحسب الاثنين الثالث إن شاء الله. أيوة نعم. ويتوضأ في أقرب مكان يستطيع يتوضأ فيه. نعم. طيب. بالنسبة للسعي يستحب استحبابا شديدا أن يكون على طهارة، استحبابا شديدا، يعني من آكد السنن في السعي الطهارة، فعشان كده يحرص يكون على طهارة، إذا حصل عدم الطهارة السعي صحيح إن شاء الله. السعي ما يلزم أنه يعيد الله. لا وإذا مثلا أثناء السعي حصل له انتقاد للوضوء وفي المسعى ذاته قدر يتوضأ في الموية الموجودة في المسعى، قدر يتوضأ أحسن يتوضأ ويواصل بدل ما يواصل بدون وضوء يعني. لكن هو ما شرط طبعا في السعي.